وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة تقدمها لنا فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً دينا فكري وأميرة العقدة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قال البنك الدولي إن مصر تعد من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أضاف البنك أن مصر حققت نجاحا كبيرا في اجتذاب الاستثمارات، وأن هناك مناطق صناعية في مصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيدا عن المدن السكنية. وأشار تقرير البنك إلى اتجاه الحكومة لاستخدام الأراضي الصحراوية لإنشاء المناطق الصناعية. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 23% لتبلغ نحو 8.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، مقابل 7.3 مليار دولار خلال عام 2021. كما أشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 10% لتبلغ نحو 3.8 مليار دولار لأول مرة في تاريخها عام 2022، مقابل 3.4 مليار دولار عام 2021. أكدت وزارة البترول أن هناك مشروعات يجرى تنفيذها لمد شبكات خطوط أنابيب بترولية جديدة لتواكب استراتيجية الدولة التنموية، فضلا عن مشروعات تعديل مسارات بعض الخطوط في ضوء التنمية العمرانية والطرق الجديدة التي تنفذها الدولة. وأكد وزير البترول طارق الملا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجديدة، حيث تمثل الشرايين الرئيسة لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافي التكرير، ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ. في سوق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا بختام التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 16118 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة. ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 4489 نقطة. في منطقة الخليج، أغلقت معظم أسواق المال الرئيسة على ارتفاع في انعكاس لارتفاع أسعار النفط مدفوعة، باحتمال أن تشير النظرة المتفائلة للنمو الاقتصادي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 4% مدعوما بصعود سهم عملاق النفط أرامكو بنسبة 8%. وفي قطر، صعد مؤشر البورصة بنسبة 9%، كما صعد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 16%، في حين هبط مؤشر سوق البحرين العام بنسبة 7%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة ودينا لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل.